ورحمة الله تعالى وبركاته. كما العادة معكم الأستاذة خولة بوشتا. بداية بغي نرحب بكم في قناتكم قناة لو بروفيسور خولة. بما أن العطلة شرفت على الانتهاء والدخول المدرسي الجديد على الأبواب، ارتأيت في هذا الفيديو أنني نشارك معكم دور المربي في إنجاح الدخول المدرسي. كيفاش أن المربي ساهم في إنجاح الدخول المدرسي؟ كيفاش أن المربي في حدته يفوت معاه الدخول المدرسي في واحد الجو من البهجة، من السرور والمتعة ومن الارتياح، واحد الجو من التنظيم بعيد عن العشوائية والارتجالية. قبل ما نبدي ونقول بسم الله على بركة الله ونسترسل في الشرح ديال دور المربي في إنجاح الدخول المدرسي، بداية نتمنى لكم بهذه المناسبة ديال الدخول المدرسي عودة ميمونة، عودة سعيدة للأقسام ديالكم، للوحدات ديالكم، بروح من العطاء والطاقة الإيجابية وحب للمهنة. كنتمنى لكم تفوت لكم السنة مليئة بالإنجازات ومشرقة بالنجاحات. بداية دور المربي في إنجاح الدخول المدرسي أو تدبير الدخول المدرسي، كنطرقوا فيه لنقطتين اللي هي قبل الدخول المدرسي أي قبل الالتحاق بالوحدات، كيفاش المربي أنه يفكر باش يفوت معاه الدخول المدرسي دخول ناجح. وايضا كاين مجموعه ديال النقاط اللي غادي نطرقوا لها وهي اثناء الدخول المدرسي. قبل ما نبدي في الشرح نتمنى انكم توضعوا زر الاعجاب وما تنساوناش بتعاليقكم الجميله من مزيد من التحفيز. بالنسبه للناس جداد لاول مره يشاهدوا قناتي، كنبغي نرحب بكم ونقول لكم مرحبا بكم والف الف مرحبا في قناتكم قناه لو بروفيسور خوله. ما تفوتوش عليكم الفرصة باش توصلوا بأي جديد بالضغط على زر الإعجاب وتفعيل خاصية الجرس. ونبدأ ونقول بسم الله على بركة الله. بالنسبة لأول نقطة نبغي نطرق لها وهذه النقاط اللي غادي نتكلم عليهم كما قلنا كنديروهم قبل الدخول المدرسي، يعني فاش كتبقى واحد الأسبوع أو لخمسة أيام للدخول المدرسي. وأول نقطة نبغي نشير لها هي الاستعداد النفسي للمربي للدخول المدرسي. كيفاش الاستعداد النفسي؟ كما كتعرفوا أن الدخول المدرسي هي شي حاجة اللي كتكون صعيبة على نفوس الأطفال الأسر وكذلك حتى بالنسبة للمربي والمربية. داكشي علاش أنه يجب عليه يستعد نفسيا. كما كتعرفوا العطلة كتخلف مجموعة من السلوكيات السلبية، منها مثلا السهر الوقت طويل والنوم لساعات طويلة بالنهار، الكسل، الخمول وغيرها من السلوكيات. يعني بما أنه شرفنا على الدخول المدرسي نحاول نفسيا نستعد، يعني ننظم النوم ديالي والفيق ديالي ونحاول أنني نموتيفي راسي مثلا برياضة المشي أو لغيرها من الأمور. ايضا من بين الاشياء اللي نقدر نستعد بها نفسيا هي انه ممكن انه خما ندخلش الوحده، يعني باقي عاد اسبوع او لخمسه ايام او لاربعه ايام، نمشي للجهه ديال الوحده ديالي ونشوفها. وهذه النصيحه كنصح بها خاصه المربيات والمربين اللي اول مره غادي يلتحقوا بالوحدات ديالهم، باش هكا كيعرفوا حتى المده الزمنيه مثلا اللي غادي تكفيهم ما بين المنزل والوحدة ديالهم. هكا نفسيا كنستعدوا كما قلنا كنتخلصوا من ديك السلوكيات السلبية وكنستعدوا وكنجددوا الروح ديالنا والنفس الجديدة باش نخدموا هذا الموسم الدراسي ان شاء الله. هذه هي النقطة الاولى، استعداد نفسي جيد، دخول مدرسي ناجح. بالنسبة للنقطة الثانية اللي غادي نطرقوا لها وهي معرفة طرق التعامل مع بعض الوضعيات السلوكيه لدى الاطفال. فاش كنقولوا وضعيات سلوكيه غادي نربطوها دائما بالدخول المدرسي. كما كتعرفوا ان الطفل كيكون مرتبط بالاسره ديالو واحد الارتباط قوي، خاصه بالنسبه للاطفال ديال مثلا لابتيت او لا التمهيدي الاول اللي كيكونوا اول مره كيلتحقوا بالمدرسه، كيكون عندهم واحد الارتباط كبير بالاسر ديالهم، كيجيو لواحد البيئه جديده وبالتالي كيكون عندهم كثرة البكاء أو لا مثلا كيكون عندهم الخجل. يعني أنا قبل كنحاول ناخد واحد الفكرة على طرق التعامل مع هاد الوضعيات، وبإذن الله تعالى
ان شاء الله غادي نحاول ندير لكم فيديوهات كيفاش انكم تتعاملوا مع هذه الوضعيات ديال كثره البكاء والاطفال اللي كيكونوا خجولين فد الدخول المدرسي. بالنسبه للنقطه الثالثه اللي عندها علاقه قبل الدخول المدرسي يعني الاستعداد القبلي، ايضا على المربي والمربيه انه يكون عنده إلمام بحاجيات الاطفال. حاجيات الاطفال لماذا؟ كما قلنا الطفل كيكون في المنزل ديالو غادي يلتحق بوحدات التعليم الاولي، المربي ولا المربيه خاصو يعرف الحاجيات ديالها وهي حاجيات عديده، لان الطفل كيكون في المنزل ديالو كيلبي خصوصا الحاجيات الفيزيولوجيه ديالو فوقاش ما بغى. فاش غادي يجي انا كمربي ولا مربيه خصني نكون نعرف الحاجيات ديالهم، بينها الحاجيات الفيزيولوجيه، الحاجه للنوم، الاكل، ان الطفل ايضا كيبغي يعبر، يبغي يكتشف، حتى فاش كيكون عندي انا واحد الفكره كنوفر له واحد الجو اللي امن ومطمئن اللي كيحبب الطفل في القسم وفي المجيء للمدرسه، لان كنعرف بان الطفل كيبغي يكتشف. فاش غادي يبقى مثلا يمشي الاركان ويبغي يكتشف راه غادي تجيني شي مساله اللي عاديه، فاش غادي يكثر عليا الاسئله غادي تجيني مساله عاديه، لان كنعرفها من حاجيات الاطفال. بالعكس خصني نكون موجد واحد الاجابات مسبقه. وهكذا دواليك بالنسبه لحاجيات الاطفال كما قلنا باش نوفر لهم ديك البيئه الامنه. النقطه التي تلي الالمام بحاجيات الاطفال هي اعداد الفصل الدراسي من خلال تزيينه وترتيبه وتنظيمه، تنظيم الفضاء. كما كتعرفوا ان العطله يعني الحاله ديال القسم ما كتبقاش كما هي، كما خليناها في اخر السنه. كنمشيو في الدخول المدرسي كنحاولوا كنلتحقوا مثلا في واحد ولا زوج في الشهر قبل التحاق الاطفال، باش اننا كنزينوا القسم مجموعه من التزيينات، وايضا باش كنصلحوه الا كان شي حاجه ضاعت فيه كنرتبوه وكننظموه بواحد الطريقه اللي كتكون كتسمح للاطفال خصوصا في بدايه السنه الدراسيه بالتنقل بحريه في جميع الاركان بواحد الحريه، لان الطفل غادي يجي لواحد الفضاء لواحد البيئه جديده خاصو يتحرك كما بغى، يعني بواحد الطريقه اللي ما تعيقش الحريه ديالو وبطريقه تكون تواكب النمو الفيزيولوجي ديالو. يعني حتى فاش كندير شي ملصقات جماليه او لا تزيينيه وكننظم الفضاء كنحاول نحترم النمو الفيزيولوجي ديالو، يعني كنديرها على حسب الطول ديالو ما كنديرش عاليه عليه بزاف. هذه النقطه الرابعه. بالنسبه للنقطه الخامسه باش يفوت معنا دخول مدرسي جيد هي تهيئ مجموعه من الورشات المختلفه بحال ورشه الصباغه، ورشه الرسم، ورشه التلوين وغيرها من الورشات. ايضا كنوجدوا مجموعه من الانشطه المتنوعه، انشطه كتكون حس حركيه، انشطه موسيقيه اللي كتحبب الطفل وكتحسو بواحد الراحه وكتخليه يعبر على الميولات ديالو. بالنسبه للنقطه اللي كتليها هي الاطلاع على مشروع ارساء قواعد العيش للتعرف على اهدافه والانشطه ديالو. كما كتعرفوا خاص يكون عندي داك التحضير القبلي. كما كتعرفوا ان اول مشروع من المشاريع التربويه هو ارساء قواعد العيش المشترك، عفوا العيش، ارساء قواعد العيش. الوغ انا كمربي او لا كمربيه باش ما يكونش عندي واحد الارتجاليه واحد العشوائيه، يكون عندي واحد التنظيم في العمل ديالي، لابد انني نطلع على هذا المشروع، مشروع ارساء قواعد العيش، نكون عارف الاهداف والانشطه اللي كتندار فيها باش هكا فاش نجي انا ندير التوزيع ديالي فيما يخص هذا المشروع تكون عندي درايه مسبقه. هاد النقاط اللي ذكرتهم هما فيما يخص قبل الدخول المدرسي، يعني قبل ما نلتحق بالوحده وفاش كنلتحق بالوحده من زوج لاربعه في الشهر فيما يخص التزيين واعداد الورشات وغيرها من الامور. هنا فاش غادي صافي يلتحقوا الاطفال يعني اثناء الدخول المدرسي ان شاء الله تعالى، فاش غادي يلتحقوا الاطفال كما قلنا الدخول المدرسي كيكون صعب، صعب جدا خصوصا على الاطفال. لذلك كنحاول الاستقبال ديال الاطفال والاباء ديالهم يكون بواحد الابتسامه، بواحد البهجه، بواحد السرور، بواحد الترحيب، واركز على ان هذا الاستقبال
خاص يكون لكل طفل والاباء ديالو على حده، يعني كل طفل نستقبله بوحده باش نخلي داك لو كورون يدوز بيني وبين الطفل، يحس بالامان، يثق فيا، يبغيني، لان الطفل الا ما بغاش المربي او المربيه ديالو يقدر ما يبغيش المدرسه. الوغ انا كنتحكم في ان الطفل غادي يرتاح ولا ما يرتاحش، ذلك انها تكون دائما في دوك الاسابيع الاولى وخاصه اليوم الاول، يعني دائما واحد الابتسامه اللي عريضه وطويله، وما اركز عليه هو الاستقبال الفردي لكل طفل. كل طفل نستقبله بوحدو، نهضر معاه، نبتسم معاه مع الاباء ديالو الى غير ذلك. بالنسبه للنقطه الثانيه هي خلق جو محفز ومناسب لاستقبال الاطفال. فاش كنقولوا جو محفز ومناسب، يعني كنقصدوا فيها مثلا دوك التوزيعات اللي كنديروهم للاطفال، فيهم الحلوى الى غير ذلك. ايضا كاينه مثلا البالونات، موسيقى، داك الاطار اللي كنصوروا فيه الاطفال في اول يوم دراسي. مثلا يمكننا الا كانت عندنا الامكانيات ممكن اننا نوفروا البهلوان الى غير ذلك، باش نخلقوا واحد الجو وكما نقولوا نحببوا الطفل في ديك البيئه الجديده. النقطه الثالثه فيما يخص الدخول المدرسي، كما كتعرفوا ان الطفل هو في واحد العمر اللي بالنسبه ليه اهم حاجه من حاجياته هو اللعب. الوغ حتى انا في هذه الفتره فاش غادي نبغي نتعرف على الوليدات، غادي نحاول ما نديرش معهم واحد التعارف اللي يكون كلاسيكي عادي، وانما دائما نعتمد على بيداغوجيا اللعب، نعتمد على اللعب والالعاب كوسيله للتعارف والانسجام، من اجل انني ندمج ذاك الطفل في هذه الحياه المدرسيه الجديده وحياه القسم. الو هذه هي النقطه الثالثه. ننتقلوا للنقطه الرابعه، هذاك الطفل فاش غادي يكون جاي المؤسسه، يعني غادي يكون واحد الطفل اللي انا ما كنعرفوش، غادي عاد نبدي نكتشفه ويكتشفني. الو كنحاول دائما ذاك الطفل وهو في القسم كيتحرك مع الاصدقاء ديالو، انا كنتعرف عليه الى غير من ذلك من الامور، دائما المراقبه ثم المراقبه، كنراقب السلوك ديال الطفل باش كنفهمو بشكل افضل، يعني باش كنشوفو واش خجول، واش عنيف الى غير ذلك من الامور. يعني دائما كيكون عندي داك التتبع المستمر للطفل والسلوك ديالو في هذه الفتره، فاش كيجي الدخول المدرسي وكيجي المشاريع الاخرى، كنولي كنعرف كل طفل على حده، يعني كنولي كنستعمل معاهم بيداغوجيا الفريقيه. النقطة التي تليها هي استخدام تقنية التنشيط المتنوعة. كما كتعرفوا أنه كاين المشروع الأول هو مشروع إرساء قواعد العيش، يعني عنده واحد الأنشطة اللي كتكون مبرمجة. أنا في هذوك الأنشطة اللي مبرمجة بإذن الله تعالى نحاول أنني نستعمل تقنيات التنشيط. تقنيات التنشيط كما كتعرفوا هي مثلا الحوار، النقاش، فيما يخص كاين مجموعه من الامور، فاش كنحاول نشوف كل مجال وتقنيات التنشيط اللي ممكن انني نستعملها، يعني كنستعمل التعلم النشط. بالنسبه بما انه الدخول المدرسي والمشروع الاول اللي هو مشروع كما قلنا ارساء قواعد العيش، يعني كنوضعوا قواعد العيش، يعني اول نقطه كنطرقوا لها في هذا المشروع هي قواعد العيش وايضا المسؤوليات. الوغ فاش كنجي نوضع انا قواعد العيش، مثلا فاش نقول له لا اجري داخل القسم ولا احافظ على نظافه قسمي ولا غيرها من القواعد، كنحاول انني دائما نطلق مبدا الانطلاق من الطفل، يعني المعلومه كنجبدها من الطفل، كنشارك معاه بناء ووضع دوك القواعد ودوك المسؤوليات، يعني نخلي الطفل هو اللي يقول لي لا ارمي الاوساخ داخل القسم، او لا استمع لصديقي، او لا استمع لمربيتي، ولا غيرها من الامور. يعني كنحاول نشارك الطفل باش كيحس براسو حتى هو بانه كيتحمل واحد المسؤوليه، بانه كتزرع فيه ديك الثقه بالنفس، كيولي حتى هو كيهضر وكيشارك، وبالتالي كنحببوه في البيئه الجديده، خصوصا انه جا من كما نقولوا من وسط الاحضان ديال الاسره ديالو. الوغ خاصنا نحسوه بلان هذه هي الاسره الثانيه ديالو.
واخر نقطه اللي غادي نطرق لها، كما قلنا بما انه الدخول مدرسي، يمكن وليدات اللي اول مره غادي يلتحقوا بالمؤسسه، كاين وليدات اللي ثاني مره مثلا ديال التمهيدي الثاني، ولا كيكونوا ثاني مره اللي غادي يلتحقوا، ومع ذلك العطله والجو ديالها كيخليهم ينساو المدرسه، وبالتالي ممكن انهم يحسوا بواحد الضيق وواحد الضجر، وكيبغيو في الساعه ينصرفوا المنازل ديالهم. لذلك في دوك الاسبوعين الاولين اللي بما انها خاصه بالدخول المدرسي، ما كنحددش واحد، ما كنحاولش نلتزم بالضبط بدوك المواعيد ديال الانصراف، وانما ممكن الى الطفل بغى ينصرف كيكون عندي واحد التواصل مع الاباء ديالو، اكيد واحد الرقم ديالو، الرقم ديال الاباء عفوا، وبالتالي ممكن انني نتصل بالاباء وياخذوا الطفل ديالهم، باش هكا ما نزيرش عليه، ما يحسش بواحد الضجر وبواحد الملل، ويعرف بانه جاي للاسره الثانيه ديالو، جاي عند الام الثانيه، الام المكمله للام البيولوجيه. والى هنا يكون الفيديو ديالنا قد انتهى، نتمنى انني نكون فدتكم. الى تبعنا هذه الخطوات باذن الله تعالى غادي نكونوا ساهمنا بواحد الشكل كبير وكبير جدا في نجاح الدخول المدرسي، وحتى انا كمربي ومربيه كنكون مرتاح وكنخدم بواحد الشكل اللي منظم. والى فيديو اخر باذن الله تعالى نقدروا نطرقوا فيه الحاجيات الاطفال، وايضا كيفاش اننا نتعاملوا مع بعض السلوكيات. لذلك بالنسبه للناس جداد ما تفوتوش عليكم فرصه الاشتراك في القناه بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل خاصيات الجرس. والى هنا ينتهي الفيديو ديالنا، الى فيديو اخر باذن الله تعالى.